السلام عليكم، معكم محمود من قناة ترو لايف ومن مدينة موسكو وأمام محكمة التحكيم. ناس كتير من المواطنين السي اي اس بيجوا المحكمة دي، هي اسمها محكمة الفصل أو مش تحكيم بالضبط يعني الفصل. شغل المحاكم هنا ناس كتيرة من العرب مش محتكين بيه ولا عايزين يحتكوا بيه، وربنا يبعدكم عن المحاكم ومشاكل المحاكم. المحاكم هنا يمكن أسرع طبعا من مصر شوية، بس إجراءاتهم وأوراقهم تقريبا هي زي مصر، بتحس إن أنت بتعب يعني الأوراق استخراجها واستخراج بيان منها أو استصدار صورة منها برضو نفس الإجراء، وتطلع لأستاذ مش عارف فلاديمير اللي في الدور الثاني ولا مش عارف الختم مش باين، ده بجد بيتقال لي الكلام ده. لا انت مش عارف ايه ده براس روتشنا، انت خلص هات واحد جديد، انت ايه اللي دخلك المنطقه دي، لا ده هنا المحامين بس، حاجات كده يعني ايه بايخه، بتلاقيها تحس ان انت خلاص في ديوان المحاكم اللي مش عارف ايه، فتلاقي ومحامي يعيش عليك كده يقول لك لا بص انت تعال لي المكتب وانا مش عارف باشا يعني في نفسه كده. وطبعا دخلت مكتب محامي من الناس اللي هي في القضايا، مش هقولك القضايا التقيلة، القضايا اللي هي فيها فلوس ومشاكل كده ممكن تغرمك كتير، القضية يعني اللي خسرتها تتغرم كتير، ساعتها المحامي بيطلب كتير، الدخل عنده بمبلغ، الاستشارة عنده بمبلغ. بعيد بقى عن المحاكم والقضايا والكلام ده، موسكو جميلة الصراحة النهاردة لأن أمطار غزيرة، وعملت لكم فيديو في حينه على الأمطار الغزيرة، ودلوقتي الشمس شوفوا طالعة ازاي، هي على فكرة وقت المطر الشديد والرياح والمطر والحاجات دي والعاصفة كان درجة الحرارة 30 درجة و32 درجة، حر مع مطر عادي جدا كأننا في ماليزيا ولا في تايلاند ولا في سنغافورة، فهتلاقي الجو الاستوائي ده عادي جدا موسكو بقى، بس يعني هي بتحصل بس مش عز الصيف كده. المهم دي حاجة. الحاجة التانية الزحام رجع بقى رغم ان احنا مش ويك اند، او نعمل الشارع اللي انا ماشي فيه ده هادي، بس هو كده على طول هادي على طول، لكن وسط المدينة نفسه لا هفرجكم بقى، هعمل فيديو هناك لو انا رحت عديت يعني.